السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم شهية. اليوم الله يكرمكم ويجبر خاطركم، بدي اخذ هديه لزوجي. بقى هون استحلى هو عجبته هون فروه، بقى حبيت اجي لهون هيدا المحل واخذ اياها. هلا ان شاء الله برجيكم بس يشوفها شو حيقول، ان شاء الله هي مفاجاه. يعني ان شاء الله رب العالمين في مفاجاه بدي اعملها لزوجي، في مفاجأة بدي أعملها لزوجي إن شاء الله رب العالمين. هو مرة حط عينه على هيك مثل مشلح فرو أو فرو مثل ما بنقلها، بقى مهم ما جابها وقتها، والمادة كانت شوي هيك يعني دائرة. بقى هو عرفته أنه عينه فيها هي وشمسية. المهم حبيت أنه فاجئه. اليوم في مناسبة عنا ما حأذكرها، مهم أنه في مناسبة، قلت إن شاء الله رب العالمين حجيب له الفروة بإذن الله، حجيب له إياها وأعملها مفاجأة. روح لعنده على محل ما هو واتصل فيه وخلي إنه يشوفها، وإن شاء الله خير. حبيت شارككم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. خليك لابسها بتدفي فروة، ومع الشتي مع هالشتي غير شكل. ما شاء الله مبارك. عجبتك الهدية؟ بدك الله يرضى عنك. الله يرضى. انا اذا ما بكون دفى لك شو بدي؟ انت الدفى كله شو دفى؟ دفى الله يعمك. احلى هدية بيوم. طيب مشهود. لا انا ما حقول اصلا ما قلت شو هو اليوم هيدا، شو هو المناسبة، ما قلت. قلت في مناسبة. على كل حال هي الهدية هيدي مفاجأة صح؟ ايه والله. بس المفاجأة انه اخر الشهر بدك تدفع حقها هدية، بدك احلى هدية صح؟ ايه والله. في حدا شي مرة هداك هدية من كيسك؟ هذه المرة كل زوجة زوجة وهو صح. طب شو ما عم بشتغل يعني انه تهي. على كل حال ان شاء الله تقطع بالهنا تهرية بالوفاء وبالصحة والعافية يا رب. الله يرضى عليكي. الله يعمك. بعد ما شفته انه كيف انبسط كثير بالهدية، وهيك الهدية اللي احسابه. انا اول مرة بسمع هدية احساب الشخص. المهم بعد ما الحمد لله رب العالمين انبسط فيها كثير الهدية. الوالدة تعبانة، اتصلت فينا عم تقلي انه هي تعبانة وهيك، بقى بدي روح شوفها وان شاء الله يكون وضعها منيح يا رب.